أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إخراج المني بشهوة خوفا من الزنا أو اللواط؟ لا يجوز هذا، استمنى، هذا الاستمنى ولا يجوز. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى معالجة الشهوة بأمرين: إما الزواج وإما الصيام. وإما الصيام: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع فعليه بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة. نعم.